كله بالحب. ها يا ولاد صباح الخير. صباح الفل يا فندم. صباح النور. عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ حد ناقصه حاجه؟ حد بيشتكي من حاجه؟ لا كله تمام يا فندم، مش ناقصنا اي حاجه يا فندم. ربنا يبارك يا فندم. طيب انا دايما بحب اكرر واقول لكم ان احنا شركتنا اعلى معنويات في الشركات اللي زينا كلها، واحنا لسه رافعين معنوياتكم الشهر اللي فات، وان شاء الله في زياده معنويات مع السنه الجديده. احنا متشكرين لسعادتك بجد. ما تكملش. سعادتي مش مهم سعادتي، المهم سعادتك انت. ياه انا بستمتع وانا بحل مشاكلكم. ارجوكم يا جماعه اتكلموا. يعني مش قادره انطق. لا لا حسين سيب نفسك. لا حسين انا علمتك كده. يعني اتكلمت انا وزمايلي، اتكلمنا مع بعض صح. يعني يا فندم المعنويات في شركتنا عاليه وكل حاجه يا فندم، بس يعني احنا محتاجين جنب المعنويات دي مش قادر اقولها. شوف بص بيبقى مجرم وهو مكسوف. لا مش طالع من بقي. لا بيبقى مجرم وفي حاجات في بقه. ايه يلا حبيبي اديني. يعني شويه مرتبات. بالظبط يا فندم. ولو حاجه بسيطه يا فندم. مرتبات؟ ايوه يا فندم، يعني تقدير مادي. يعني حضرتك مش هيكون بنفس اهميه التقدير المعنوي طبعا، بس حضرتك فاهم يعني التقدير المعنوي مش كل حاجه. فعلا المعنويات ما بقتش كل حاجه. المعنويات بتروح وتيجي يا فندم. ايوه خليني اتكلم معاكم بصراحه، يعني انتوا اخواتي اوكي؟ اخواتي طبعا. احنا دلوقتي يعني علبه السجاير دي انت بتجيبها بالمرتب، لما بتدفع قسط العربيه، الشقه اللي انت ساكن فيها بتدفع لهم بالمرتب، رايح تتقدم لواحده بيسالوك على مرتب او هتعيشها بالمرتب. فيش يا جماعه، الدنيا اتغيرت فوق وبقى كله بقى بالحب. مظبوط يا فندم. مظبوط عندك حق يا فندم. بعدين نحمد ربنا في شركات ما بتدفعش غير مرتبات وبس، يعني منشفينها على الموظفين بتوعهم، لو دفعوا معنويات بيدفعوا شهر او شهرين. لا احمد ربنا احنا مش كده، انتوا عارفين طبعا. مظبوط يا فندم. مظبوط. كنت هنسى يا فندم، انا ما دفعتش الجمعيه الشهر اللي فات يا حسين. لا يا فندم ما تحرجنيش لو سمحت. لا انا هدفع. لا انا هدفع دلوقتي. انا هدفع. معلش. لا 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 ادفع بنفسي، انا قلت لك خلاص. اوكي تعالى بقى خد شهر 8. شهر 8 تعالى. ايوه. لا 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 مش عايز اسراف. اديني 9. لا 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 بس استنى. لا اصبر انا داخل بنفرين. ما تسيبنيش. اخليك يلا. ها ما تسيبنيش يلا عشان لو عايز تشتري حاجه بقى ولا تجيب حاجه. ما تسيبنيش. لا 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 انا محتاج ادفع حاجات ثانيه. لا عندي حاجات. يلا. شوف برضه كنت هنسى، انا كنت جاي النهارده اقول لكم خبر بمليون بوسه. مليون بوسه مره واحده يا بنت كريم يا رب. القبض نزل النهارده. نزل ازاي؟ ده لسه فاضل اسبوع على اول الشهر. احنا لقينا ان المدارس قربت فقلنا يعني ايه يبقى في حته حنيه كده مننا علشان نبل ريقكم. طيب وكمان في خبر بقى ان الشهر ده هيبقى عندكم نظره عطف زياده. زياده. طب مفيش لمسه حنان كده من الشهر اللي فات؟ لا ولد انت كده بتطمع. ايه؟ طيب يا شباب اسيبكم بقى عشان تلحقوا الخزنه قبل ما تقفل. ايه سعادتك؟ ايه سعادتك؟ يلا عن اذنكم. مستنيين ايه؟ يلا على الخزنه عدل. زمان هم واقفين طوابير تحت، استنوا شويه. نستنى ايه يا عم انت؟ ده احنا عطشانين حنيه بقالنا كتير قوي. انا جاي. يلا يا زلمه يلا يلا بينا. عاجبكم كده؟ اهو بقالنا ساعه واقفين في الطابور وضيعنا وقت الشركه. هو الوقت ده مش بيساوي حب هو كمان؟ يا ستي ما هي الناس واقفه كلها اهي. ياه ده انا كان قلبي بدا يصدي والقسوه تملاها. وانا كمان، ده انا كنت هدفع مصاريف مدارس الاولاد من دم قلبي بعد ما الحب خلص. بس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الوشوش مورده والعيون متبسمه والقلوب مرفرفه، باين عليكم القبض يا ولاد. بيبان. بس يعني يا فندم مش كنا جبنا مكنه اي تي ام تقبض الناس؟ ده في شركات كتير بتعمل كده. يعني الحق علينا ان احنا بنحرص ان التقدير المعنوي يوصلكم اول كل شهر عن طريق بني ادم زيكم، مش كده ولا ايه؟ على فكره الكلمه الحلوه وهي طالعه من مكنه مهما كان بتحس ان هي مصطنعه. بنسمع حوادث عن زملاء بيقبضوا من مكن وبتاع، مره المكنه علقت وفي وسط الحضن المكنه قفشت، اضطروا يجيبوا البنك بقى عشان يفكوا الحضن منه وبتاع، والبنك بقى يرجع له الحضن في حسابه، وكانت حكايه وحشه.
المكان كله مشاكل يا شباب، مش كده ولا ايه؟ صح يا فندم، صح فعلا. ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا طالبين اكل؟ يا عفاريت. لا لا عندي انا، عندي انا. لا 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 معلش معلش معلش، عندي انا النهارده. خلاص وريني. طالبين اتنين شاورما ميكس حسابهم اشكرك، واحد فاهيتا لحمه حسابهم احسنت، في ثلاثة سلطة بارك الله فيك، وفي في جمبري جامبو. يا عفاريت ده غالي ده بقى، تعال خد حساب الجمبري كده، حساب الجمبري بقى. لا كده بقى حضرتك لسه ليك باقي بقى. لا 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 خلاص، خليهم علشانك، خليهم علشانك. لا واقول لك كمان، خد دول علشانك بقى، بيبقى عسل وهو بياخد بقشيش.